يعطيكم العافية. فعلا إذا تبغى تحكم على حضارة شعب فشوف أهله، هل هم متعلقين بتراثهم؟ وهذا اللي بيصير مع اللبنانيين، فخرهم وتعلقهم الكبير بتراثهم بنشوفها في احتفالاتهم بالعونة والدبكة وغيرها من الرقصات الشعبية اللي بتشهد تطور كبير وانتشار ومكانة خاصة، وفوق هذا يبقى تأثيرها مستمر في المجتمع اللبناني على مر السنين. وعشان نعرف أكثر عن هذا التراث اللبناني الجميل معنا ضيف مميز، وهو منسق الفلكلور الشعبي في وزارة التربية والتعليم العالي والمهني والملحق بوزارة الثقافة اللبنانية قصر الأونسكو، والمؤسس لفرقة مليا للرقص الشعبي أستاذ أحمد مخلاتي، اللي راح يتكلم عن هذا التراث المتجدد. يا هلا وسهلا فيك. هلا وسهلا فيك بحضرتك كمان فيك. شكرا شكرا لهذه العروض الجميلة والفلكلور اللبناني الجميل. طبعا أنا يعني التراث اللبناني ما شاء الله تاريخه طويل ما شاء الله، وأنت خبرتك كمان في هذا التراث مرة طويلة. الحمد لله. فالاسم حتى اخترته من عمق التراث اللبناني. صح. فممكن تحكينا عن هذا الاسم؟ نحن اخترنا اسم فرقة مليا. مليا هي من كلمة هيهات يا أبو الزلف عيني يا مليا، هي اسم تراثي أبو الزلف اللي هو له السوالف، يعني الرجل اللي أبو الزلف كان يقوله أبو الزلف الأبضاي أيام زمان، أنه هذا أبو الزلف. وتنقال كمان في الأغاني وفي الأغاني. ومليا هي المرأة الجميلة اللي هي بتمشي وراء أبو الزلف، اللي بتحط ملاية بين طرف عينها وبتكون أي من الجمال. يعني إحنا نسمع بس ما نعرف، يعني ما نعرف إن مليا معناته المرأة الجميلة. المرأة الجميلة اللي بتتغطى بالملاية على بتبين طرف عينها بالملاية اللي هي حطتها. طيب اللبس هذا جاني من عندكم من لبنان. صح. شكرا. بس أبغى أعرف. منورة فيه. الله يخليك. أبغى أعرف إيش هو تفاصيله، يعني إيش مسميات. هو هذا زي في الفلكلور التراثي مندمج بين الشروال، عادة نحن بكل المحافظات وكل التراث القديم الشروال موجود عند المرأة، يعني حتى المرأة بتلبس الشروال، بس بتلبس مفوق التنورة اللي هي أو مسكرة كلياتها أو بالمناطق المتن بيكون فيها كشكش. هلأ بيبقى التنطور. التنطور اللي هو هذا. اللي هو هذا. طيب هذا زي رمز لبنان. هذا فات من ايام فخر الدين، يعني بالقرن التاسع او الثامن او التاسع تقريبا. هذا الطنطور هو نحن عاملينه من قماش هلا وسجق وما سجق، بس هو كان يصنع من فضه وذهب. ايوه حكينا عنه زمان، كيف كان؟ كيف دخل؟ كان يتصنع من فضه او من ذهب، وكان القماش اللي موجود هذا يتحط فيه ليرات يعني او احجار كريمه. يتعلق بالاحجار الكريمه، يعني بالاحجار الكريمه. ايوه. ومصنع من ذهب، وهذا هو كان هذا مهر. مهر للعروس. مهر العروس. فكانوا أكثر شيء الطبقة المخملية أو الأمراء أو شيء اللي كانوا يهدوا. بس بال 1845 تقريبا انتهى، لأنه صار الشاب ما يقدر يجيب مهر. فتحول وصار حطة أو شيء هذا ما عاد. طيب هل هو ما زال موجود الآن؟ يعني بيلبسوه مثلا؟ لا حاليا. وين يلبسوه اللبناني؟ أكثر شيء بالمناطق الجبل، مناطق الجبل، مناطق المتن، حتى على الساحل كان يلبس، لأنه هون الطبقة الكثير غنية اللي هن بيقدروا كانوا يستعملوا للتنطور. طيب وهل هو موجود الآن في الرقصات حتى؟ ولا مش؟ لأنه أنت تفاجأت لما قلت لك ممكن تنطور. لأنه بالقبل كان موجود بالرقصات، لأنه كان الرقصات كانت على الهدى، يعني خطوة. أيوة. واحدة يمشي شوي شوي ما يحركوا كثير، هلا الرقصات صار فيها كثير حركات وكثير هذا، فممكن يهز شوي. عشان هو صعب في الحركة. طبعا هذا التنطور له قياس، يعني عندك من 35 سنتي ل 70 سنتي، يعني بعد بيكبر حسب الغني يعني. طيب هذا لما يكون هو من المعدن، يعني من الذهب يعني، حتى لو كانت تاخذ مهره كانت ضلت تنام فيه، قد ما هي مبسوطه انه حطت تنام فيه بالتنطور. كيف يتثبت؟ انا يلا حطيت. لا يثبتوه له من هون حلقة. طيب هذا بالنسبة لللبس هذا، لكن في أي رقصة إيش هي الرقصات اللي بينلبس فيها تنطور؟ كل رقصة تراثية فلكلورية. أيوة. بيكون فيها تنطور أو حطة راس، يلي هي كمان مصنوعة من الطربوش بس مع سجق وشغل. الحطة اللي شفناها في أول البرنامج. صح. وحتشوفيها بال. صح. طيب أوكي. إيش كنت كمان بقول بالنسبة لمسميات الرقصات؟ ايش اول رقصه شفناها في البرنامج؟ ايش هي رقصه من تقريبا من البقاع، رقصه فلكلوريه موسيقى بقاعيه لحن بقاعي من البقاع. في عده نحن لوحات عندنا، في شيء جنوبي، في شيء ساحلي. الساحل بيتغير موسيقى، بتعرف الموسيقى الجنوبيه والبقاعيه ومن الجبل بتكون
أو قاسي شوي. الساحل بيكونوا يعني سلس بالألحان، سلسين بالحركات، سلسين والحركات. طيب نشوف الدبكة، الدبكة اللبنانية مميزة، كلمنا عنها، إيش اللي بيميزها عن الدبكات في العالم أو الوطن العربي؟ لا أول شيء لبناني. أول شيء لبناني. لا بتميز هي إنه موسيقى، عادة بنشتغل نحن على الموسيقى، على اللحن، على الكلام، على الأزياء، يعني مندقق بهالمواضيع كلياتهم، على البيات، على الخطوات اللي هي اللي بدها تكون تركب للخطوة، يعني تركب للموسيقى. والحمد لله نحن موفقين بشباب وصبايا عندنا، نحن عدد الفرقه تقريبا شيء 40 واحد بس حسب السيد الجايبين. يعني عندنا الخبره اللي عندهم، يعني اذا بتحطي لهم نشره اخبار بيرقصوا عليها. ما شاء الله. انت مؤسسها من 1987 تقريبا. ايه صح، تاسست فرقه. طيب. كجمعيه وطلعنا من الفرقه من لبنان، نحن مركزها الاساسي لبنان، جمعيه ملقيه للرقص الشعبي، اخذي رخصه من وزاره الاقتصاد، وزاره الشباب والرياضه. تطورت هون، صارت تعمل بس فلكلور، يعني تطورت بالفلكلور، يعني صار في تكنو بالموسيقى، تكنو بالتياب سيدي هذا. طيب. ممتاز. ايه وسمينا هون AMM ايفنتس يلي هي الشركه المقابله. يعطيك العافية، وإحنا فخورين فيك. نحن وأكيد اللبنانيين فخورين فيك كمان. نشكر ضيف الكريم على حفاظه على هذا التراث اللبناني من خلال إقامته لهذه الفعاليات بالختم اللبناني الأصيل. كيف تحب تختم هذا اللقاء؟ نختم كلنا بدنا نرقص هلا دبكي، نرقص دبكي. وأنا بتشكركم، بتشكر دولة الإمارات اللي هي فتحت لنا إنشاء الشركة والإقامة اللي أعطتنا إياها، الإقامة الذهبية. بتشكر دولة الإمارات الأم بي سي، ما في شك الشكر لها بالأول. يعطيك العافية. وهلا نعمل شيء لوحة، كلنا مع بعض حنقوم شوي شوي نعمل خطواتنا سهلة. طيب هدى وهاني، ايش رايكم تقومون معنا؟ والله احنا معاكم قلبا وقالبا ودائما معاكم، لكن انا اتصور انه احنا مشاركتنا راح يكون فيها تخريب، وما راح يخرب التناسق والانسيابيه اللي موجوده. فنكتفي بختام الشباب. احنا وصلنا طبعا المشاهدين لختام حلقه اليوم، بكره يتجدد اللقاء معاكم باذن الله. شكرا لكل اللي تابعنا وسامحونا على القصور، بكره باذن الله حلقه جديده ومواضيع جديده. شكرا لك يا هدى. تفضلوا شباب. سيرجنا لبنان وعلينا سياجه، وقلبيت العمران شعشع نسراجه. سيرجنا لبنان وعلينا سياجه، وقلبيت العمران شعشع نسراجه. يا شباب.